في عراق ثورة تشرين تحتل البصرة مكانة متقدمة بين مدن العراق ومحافظاته، فالمحافظة شهدت خلال السنوات الماضية إرهاصات الثورة ومقدماتها، والآن يجدد البصريون عهد الثورة بتظاهرات حاشدة تؤكد على ثبات الثوار حتى تحقيق المطالب الشعبية كاملة. طبعا هي الثورة لحد الآن ما تحققت مطالبها وما يستطيع أي شخص أن ينهيها، ما الشعب هو الذي بدأ بهذه الثورة وهو الوحيد الذي يستطيع أن إنهاء هذه الثورة، ولكن إنهاء هذه الثورة يتوقف على عامل مهم وهو تحقيق المطالب. وأمام محاولات أحزاب السلطة خنق الثورة وإطفاء لهيبها في نفوس العراقيين، فإن ثوار البصرة يؤكدون أنهم صامدون في وجه القمع مهما كانت التضحيات. طبعاً كثير أو جميع الأحزاب تحاول بشتى الأساليب أن مو تشتت ولكن تقمع هذه التجمعات وهذه المسيرات والاعتصامات، ولكننا نبقى صامدون لحين تحقيق ما يصبو إلى الشارع العراقي من تحقيق كل ما يريد الشارع العراقي. أما مطالب المتظاهرين فثابتة منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة، مطالب أوجزها ثوار تشرين في شعارهم الأكثر تعبيراً عن الشعب العراقي. عمي كافي، أنا أريد وطن، أنا مو بريد حكومة، أنا أريد تغيير. وبالسيطرة إذا يعبر من واحد بالأحزاب الجامعة ما ينزلها، الجامعة ما ينزلها، ليش؟ بحزب فلان برساويته، شوف الشركات الأجنبية يركبها، حزب فلان وحزب فلان، والفقير يضر يجدي بالتقاطع. بهذا الصدق تنتصر الثورة وتؤتي ثمارها، وبهذا الثبات تتحقق المطالب وتنتزع حقوق الشعب من أيدي اللصوص والفاسدين.